أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ جلست أتأمل هذه الآية أقول سبحان الله يا أحباب، والله لا تهان المرأة إلا في بيت فيه جاهلية. انتبهوا لهذه المسألة يا أحباب. لغة الاحترام في هذه الأيام لم تعد مفهومة. البعض يفسرها حبا، والبعض يفسرها مصلحة. شوف تراها كل مصلحة، ما يبقى إلا منك شيء، أحسن الظن وأحسن النيات. سئل علي بن أبي طالب كم عدد أصدقائك؟ قال لا أعرف، لأن الدنيا مقبلة علي، إنما أعرف أصدقائي إذا أدبرت عني الدنيا. صديقنا الحبيب، إذا أهديتني ابتسامتك فماذا سينقص من مكانتك؟ إنما هي زيارة لهذا الوجه في مرافق الإيمان ومرافق الدرجات. تبسمك في وجه أخيك صدقاً.